السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبيبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة انا بنظف المطبخ بتاعي، تمام، بعمله تنظيف عميق، وعلشان ارشه بالمبيد الطارد بقى للنمل والحاجات دي، عشان هنا بيبقى فيه نمل طبيعة المنطقة الحارة. المهم غسلنا السيراميك. بصوا انا نقل البوتاجاز مطلعه بره، انا على الباب دلوقتي اهو، في وشي على طول الحوض او كده زي ما انتم شايفين، وكان بيبقى هنا قبل الحوض، هنا كان بيبقى في الحتة دي كده كان بيبقى الغسالة، وبعد كده الحوض، وبعد كده المطبخ. انا شايلة المطبخ كده ومطلعة البوتاجاز بره وكل حاجة عشان انضفه اهو. انا حركت كده، طلعت ده عشان ده مش هينفع يطلع بره، كنت مطلعة القطعة دي بس. المشكلة عندي ان انا المطبخ بتاعي صغير والمطبخ كله بتاعي دوران، فدي كنت مطلعها بره وانا بغسل السيراميك، السيراميك الحيطان والارضية اهو. شايفين الشقة عندي امكانياتها بسيطة جدا والتشطيب بتاعها بسيط اهو. غسلت كل السيراميك كده اهو، وسيراميك الحيط برضو، والسيراميك الارضية. عندي السيراميك يعني على قد حاله، التشطيب مش قد كده يعني اهو. كمان في الجدران هنا رشيت بالمبيد الحشري بتاع النمل اهو، ده حلو قوي يعني، بيجيب نتيجة. انا بس المشكلة بيبقى ساعات بيبقى فيه نمل، مش كل الاوقات بس ساعات بيبقى فيه نمل في الصيف، لكن طول ما انتي منظفة مطبخك وحلو قوي وايدك فيه على طول، مش هيبقى فيه حشرات، لا صراصير بقى ولا نمل ولا اي حاجة. بس احنا طبيعة المنطقة هنا حر جدا وفي الجبل، فبيبقى فيه نمل في الصيف، تمام. فغسلت كده السيراميك زي ما انتوا شايفين، الحيط والارضية، ورشيت كده في الجدران كلها، وبعد كده دلوقتي هرجع المطبخ مكانه. اهو غسلت كل السيراميك كده زي ما انتوا شايفين اهو. دي بعد كده التعليقات بتاعت المطبخ من فوق اهو. شايفين عندي طبعا المقاول اللي كان بيشطب الشقه عنده ضمير قوي. بصوا لوحه الكهرباء عامله ازاي، الفيشه اهو كده. غسلت كله بالشكل ده. دلوقتي بقى هبدا ارجع المطبخ مكانه اهو، بس ان انا هعمل السيراميك ده بالستيكر اهو، هرجع كل حاجه مكانها. شايفين المطبخ بتاعي، علشان ده كان جنب البوتاجاز على طول، فكل دهون طبعا. طبعا ان شاء الله هننضفه مع بعض، بس اخلص من موضوع السيراميك ده الاول وهننضفه، ونشوف هننضفه بايه عشان نشيل الدهون اللي عليه دي. ودلوقتي اهو المطبخ بتاعي بعد ما رجعته مكانه اهو بالشكل ده. بصوا انا كمان رشيت هنا في الجدران، في الجدران كلها رشيت مبيد للنمل، حتى الحوض اهو لسه ما شلتش المنظفات اللي عليه. بصوا السيراميك عندي المكان ده اهو، بين العمود وقطعة المطبخ دي كان فيه تربو خشب طويل كده، طويل في المكان ده، كان لحد قبل السقف كده بشوية، لحد نهاية المطبخ اللي فوق. وانا شلته ووديته الاوضه اللي فيها الثلاجه، علشان كانت الدنيا ضيقه قوي وما كنتش بعرف استخدمه، كان فاضي وفي نفس الوقت كان هنا، وفي نفس الوقت ما كنتش عارفه استخدمه خالص، وقلت لما اطلعه بره هعرف احط حاجه فيه، وفي نفس الوقت
المكان ده يفضى يعني، وممكن احط مثلا هنا لو في ترابيزة صغيرة او حاجة احطها واحط حاجة عليها، لكن حطيته هنا، كان جنب هنا، كان فيه هنا البوتاجاز، الناس اللي متابعيني كان هنا كده البوتاجاز جنب الحوض في الحتة دي كده، وهو كان هنا على طول، كان ضرفتين فوق وتحت، ما كنتش عارفة استخدمه خالص، ما كنتش عارفة استخدمه خالص، فطلعته بره بقى، قلت ايه استخدمه بره احسن، احط فيه خزين المطبخ وكده، او الحاجة اللي انا مش بستخدمها على طول بس. وزي ما قلت لكم الغامق اللي هناك ده اللي في جدار الحيط ده، المبيد بتاع النمل، رشيت هنا كله كده، وعلى وللاسف طبعا التشطيب عشان مش حلو، السيراميك في ما في يعني في حتت كده ما فيهاش اسمنت ابيض زي الحته اللي انتوا شايفينها دي، فبالتالي برضو رشيد ده بيبقى زي بيت كده للنمل، بيدخلوا يخرجوا منه كتير، فانا برضو رشيت فيه لحد ما نشوف شقة تانية بإذن الله، او نرجع شقتنا. وكده انا خلاص خلصت، هرجع بقى البوتاجاز، هشوف ممكن اعمل ستيكر على السيراميك ولا لأ، ونشوف هنعمل ايه تاني، وهصور لكم ان شاء الله بعد ما اخلص خالص وافرشه. وبرضو الخشب انا لسه ما غسلتش الخشب اللي جنب البوتاجاز، قطع الخشب اللي جنب البوتاجاز دي بيبقى عليها دهون برضو، هنغسلها مع بعض. والله المستعان، مش عايزاكم بقى تكسلوا وتقوموا تنضفوا كده المطبخ بتاعكم لو لسه ما نضفتهوش، وتعملي احتياطاتك علشان النمل بقى والحشرات بتاعت الصيف، والله المستعان. بصوا الفيشة دي كانت الوش صغير والفتحة بتاعتها كبيرة، كانت شكلها مش حلو، فحطيت عليها ستيكر كده بالشكل ده، وهنا برضو اهو شايفين الفيشة دي برضو كانت الوش بتاعها صغير، او هو الفتحة بتاعتها كبيرة، المقاول اللي كان عامل كبيرة، والفيشة دي بتاعت الغسالة، فعملته كده بالستيكر. فقولولي اخلي السيراميك كده ولا اعمله بالستيكر. اخليه كده ولا اعمله بالستيكر؟ وهنا هو انا شايله التقفيله بتاعت الحوض علشان كنت بنضفها، التقفيله كان شكلها مش حلو وما كانتش نظيفه، فنضفت تحتيها، وكان في الانبوبه كانت عامله صاده هنا، ما كنتش حاطه الحامل بتاعها، ودي طبعا صرف الحوض وصرف الغساله اهو. فان شاء الله هرجع التقفيله زي ما كانت، هقفل بيها هنا كده، وهوريكم كل حاجه بعد ما افرش. ودلوقتي انا خلصت المطبخ بس مش كله يعني، ما فرشوش كله، انا دلوقتي اهو في وش الباب، على ايدي اليمين في المكان الفاضي ده كان مكان الغساله، وقدامي كده الحوض. انا لسه ما عملتش التقفيله بتاعه الحوض، لسه هدهنها واقفلها، وكمان لسه ما حطيتش كفر الانبوبه، ليها قاعده كده عجل وكمان كفر، وبعد كده البوتاجازة وزي ما انتم شايفين،
بعد كده المطبخ الخشب دوران. انا عملت السيراميك بالستيكر كده زي ما شايفين، علشان ايه؟ اغير يعني اغير النظام، بس لسه ما كملتش السيراميك اللي عند الحوض والباب اللي هو هيبقى ورا الغسالة، فاهميني؟ على ايدي اليمين وانا داخله. وعملت السيراميك كده بالمطبخ، في المطبخ كله زي ما انتم شايفين كده. حاسه انه كده شكله حلو واحسن، لان كمان لوح المفاتيح بتاع الزراير بتاع الفيش وكده، زي ما انتم شفتوا المكان اوسع من اللوحه نفسها، فكان شكلها مش حلو خالص. فلما عملتها كده ما بقتش باينه، وفي نفس الوقت كمان بقت مديه شكل ايه، حلو كده وشيك، تمام. وغسلت طبعا الرخامه حلو كويس قوي، ولسه هننضف بقى الخشب علشان عليه دهون كتير جدا، واصلا دهان الخشب مش عاجبني. ان شاء الله هنضفه، وفي مره كده تانية باذن الله هندهن المطبخ مع بعض. واديني عملت الستيكر كده زي ما انتم شايفين، وهدهن برضو التقفيله بتاعه الحوض وهوريها لكم، وانا بنضف المطبخ الخشب نفسه هوريه لكم، هوريكم ازاي بنطلع الدهون من الخشب. واتحدوا الكسل بقى وقوموا نضفوا علشان الدنيا عندكم تبقى رايقة زيي. وده كان الجزء الاول من تنظيف المطبخ، هيبقى الجزء التاني ان شاء الله تنظيف البوتاجاز، وهوريكم انا بعمل فيه ايه. والجزء التالت هيكون تنظيف الخشب نفسه وإزالة الدهون من عليه. استنوني في حلقة جديدة وفيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.